اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. خليها سمك النهارده، ولما نقول خليها سمك النهارده يعني سماهوس. معانا جمبري النهارده مشوي بالكاري مع الذره. الاكلات دي مشهوره ببعض المطاعم دلوقتي بيحبوها الشباب. يعني ذره مع جمبري في كيس او ما عندناش كيس يتعمل ازاي وايه القصه بتاعته وليه بيحبوها؟ هنشوف التفاصيل مع بعض. الجمبري لما يتشوي مع الباربيكيو صوص او مع الكاري هيبقى ازاي مع طعم الذره. معانا النهارده كمان البساريه. البساريه دي من خيرات البحر، حاجه لطيفه وجميله بتتوجد في الشتاء بالذات. هنعملها النهارده مقليه بالطحينه وزيت الزيتون، بالتاكيد لها بصمه. والبساريه دي من الاكلات البسيطه السهله اللي لها قيمه غذائيه عاليه جدا. معانا النهارده سمك جزل، وليكن بوري بولتي قاروص وقار، ايا كان نوع السمك. السمك الجزل ده ازاي نعمله طاجن بالخضار، هنشوف ازاي نجمع ما بين تشكيله من الخضار كوسه وجزر والخضروات الجميله في ايام الشتاء موجوده مع جزل ايا كان نوعها من السمك. ولكن في تريكايه مع الشيف المغازي هنا هنشوفها مع بعض ازاي. تفاصيل كتيره النهارده وخليها سمك. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل بالتاكيد في معلومه غير معلومه وتفاصيل كتيره جوه الحلقه، وبنجاوب على اسئله حضراتكم من خلال السوشيال ميديا ومتابعه السوشيال ميديا من خلال الحلقه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل وخط سير الحلقه. ايه اللي ممكن ياخد مننا وقت واحنا بنعمل اكله السمك النهارده؟ جينا بوري او جزل بولتي، جزل وقار، هامور، لوت، اي نوع سمك، ومعانا جمبري ومعانا البسري. اعتقد في الثلاث اطباق دولت اكتر حاجه ممكن تاخد وقت اللي هو الطاجن السمك بالخضار. مقاديره على الشاشه، تشكيله من الخضار من خيرات ارضنا، إذا كان كوسة ولا جزر ولا بسلة اللي موجود عندنا، ممكن بتنجان، ممكن قرع عسلي. معانا سمك جزل النهاردة البوري بنجيبه نقطعه على ثلاث قطع، ومعانا طبعا ثوم وبصل وقليل من الزبدة والبهارات بتاعتنا البسيطة السهلة. ولكن كالعادة في تركية مع المغازي لما نعمل طاجن السمك بالخضار، دايما قليل يعني لما بيجمع ما بين تشكيلة من الخضار وسمك. السمك يا اما مقلي يا اما مشوي يا اما سنجاري يا اما صينيه وهكذا. حلو الكلام، حلو الكلام. اول حاجه عندي طاسه على النار، الطاسه دي بحط فيها شويه زيت وباخد السمك الجميل ده كده. ده سمك بوري مقطعه جزل زي الفل، بتتبيله تتبيله كده تبهيره يعني، شويه شمر حلوين كده، شويه فلفل مع بابريكا، ممكن شويه كاري مع الخضار بيعمل مزيج حلو، وملح وفلفل، كمون وكزبره دي بعدين. حلو الكلام، لان الكمون لما بيغلى على النار بيمرر شويه كده. السمكه متبهره عندي زي الفل، مش هحط لها توم، توم مش هيتحط هنا. باخد السمك بالتتبيله دي كده بحطه في الدقيق، بيسموها اخواننا بتوع السمك نغبره في الدقيق، ياخد تعفيره من الدين. انا عايزك لما تعملي اكله سمك في البيت تتحدي بيها اي مطعم تشتري منه. انا احب السمك لما يتعمل في البيت، يعني الشيف المغازي شخصيا يحب ياكل السمك في البيت. حلو الكلام؟ نشيل كل ده من هنا ونمسك السمك كده نتبله بالتتبيله الحلوه اللطيفه دي كده، وما نقعدوش في الدقيق كتير لان انا مش هقليه، انا بحضره للصينيه. بس عايز الخضار ياخد طعم السمك ازاي؟ بالتفاصيل اللي انا شغال بيها دي كده. طاسه شديده الحراره على النار، باخدها زي ما هي كده وبحمر دول كده. حلو الشكل ده كده، اللهم صل على النبي. حلو قوي. بعد كده عند الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده كده، في البايركس اللي انا هدخله جوه الفرن، وتحط في الاعتبار البايركس ده هو اللي هتقدميه على السفره، فده يكون موجود معاكي. حلو،
السمك بعد التحميره دي كده بنقلبه. معايا بوكيه جرنيه على النار كالعاده كل يوم، جزر، كرفس، بصل، في شويه ميه كده حلوين نحتاج لهم في الطاجن بتاعنا. بشوف السمك كده اقلبه، السمك كده متحضر. عايزين عمليه نسبه وتناسب في تسويه السمك مع الخضار. ممكن السمك ده يتهري في قلب الطاجن والخضار لسه ما استواش، ممكن السمك ده يتهري في قلب الطاجن والبرغل او الفريك ما استواش. لو هتعمليه مع البرغل حلوه قوي التحميره دي. ناخد السمك بعد التحميره الحلوه دي كده بنصفيه من الزيت ونرصه هنا كده. دي خطوه اولى. انا بقى بجتهد هنا وبلعب على شويه الزيت بتوع تحمير السمك. دول كلهم فيهم زيت السمكه، فوسفور السمكه، دهون السمكه، الفليفر والتوابل بتاعه السمكه في قلب شويه الزيت الحلوين دول. خلي بالك. هعمل ايه دلوقتي حالا؟ ركز عشان الموضوع ده عايز شويه ايه تركيز. في الطاسه اللي انا هشتغل فيها بعد كده لاحقا يعني الجمبري، باخد شويه زيت من دول بس خلاص، واحط دي كده يعني. ركزي معايا بقى عشان هنا الخبره الطهويه هتقول كلامها. بناخد بصلايه ناعمه ونقلبها كده، فص توم ناعم ونقلبه كده، مكعبين من الزبده ونقلبهم كده، معلقه فلفله حلوه ونقلبها كده، عينيه لا 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 تكذبي ونقلب كده. شفت شقاوه المطبخ؟ هنا سر الموضوع، السر في الطاسه والمغازي جاب الخلاصه. التقليبه دي مهمه جدا. توابلنا هنا شويه بابريكا حلوين، شويه كاري صغيرين، شويه شمر ناعمين. دايما الشمر يحب السمك والسمك يحب الشمر. نعم يا غالي، الشمر تدفع كام واقول لك ايه هو؟ معلومه غير معلومه. معانا قليل من الميه اللي موجوده عندي او البوكيه جرنيه، يفضل بوكيه جرنيه. يا ويلي العب يا سمك. حلو قوي. بعد التقليبه دي يا عم الشيف بنظبط الملح بتاعنا بالعيار. معانا الخضار بتاعنا، اللهم صل على النبي. خضارنا ايه يا عم الشيف؟ كوسه، بذور الشبت يا شفيق، الشمر بذور الشبت او الكرات. البذره نفسها بتطحن ونستخدمها في توابلنا وخاصة السمك. هناخد الخضار اللي احنا حطيناه ده كده تقليبة حلوة. حضرنا الخضار كده اهو بالشكل ده كده، ونسيبه عينيا ونسيبه ياخد غلوة على النار. عينيا الاتنين. حلو الكلام؟ مهم جدا وانت شغالة في المطبخ مطبخك نظيف ورايق عشان الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. وكمان الاهم من ده وانت واقفه في المطبخ كل حاجه تطلع مع بعضها. انا هنا الخضار لازم ياخد غلوه قبل ما انزله على السمك، لان نسبه وتناسب ما بين تسويه الكوسه مع الجزر مع البسله اكيد طبعا هياخد وقت كبير من السوا. ايه الصوره الحلوه دي يا شفيق؟ ايه الجمال ده؟ الصوره تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. الخضار ده بعد ما ياخد غلوه ويبقى اتحضر يعني تقريبا نص سوا، بنزله على السمك ده واجرنش الصينيه بتاعتي او الطاجن بتاعي وادخله الفرن واقدمه على السفره بنفس الطاجن. يبقى طاجن السمك اي نوع سمك جزل بقى، ولكن يفضل السمك اللي هو فيه شوك قليل اللي هو الحسك يعني يسموه، ونقدمها على السفره. نخش على اللي بعده، نخش على البساريه. ازاي نعمل بساريه مقليه بالطحينه؟ البساريه من الاكلات اللذيذه الجميله النادره دايما مع وجود فصل الشتاء. تتعمل ازاي؟ ايه البسارية يا شيف؟ البيبي السمك الصغير بتاع السردين
حلو الكلام، ودي مش موجوده غير تلاقيها في اسكندريه، في السويس، في الاسماعيليه. خلي بالكم اهي معانا البسارية اهي، تبقى اديرها على الشاشه. بسارية، طحينه، كزبره خضره، شمر، ملح وفلفل وكمون تاني، وعصير ليمون اساسي. العصير الليمون ده معانا في كل حاجه، والليمون حتى مع البسارية اهو زي الفل. المقادير تاني هقولها، بسارية ودي بتتباع بالحجم ده وبالشكل ده خلي بالك، ومعانا طحينه ومعانا كزبره خضراء، معلقه سميد ناعمه تركيه بتاعت المغازي. ايه اللي دخل السميد مع البسارية مش عارف، هتعمل بسبوسه ولا ايه؟ معانا زبده ومعانا شمر ومعانا توم، تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه هتبل البسارية دي. حلوه قوي. اللهم صل على النبي. كسروله زي دي كده. خلي بالك وانا شغال الطاجن الخضار هنا انا ناطر ان هو ياخد غلوه. حلو الكلام؟ اه. ما ينفعش انزله على السمك الا لما ياخد غلوه. لو نزلت الخضار ده على السمك ده وحطيناه في الفرن هنيجي ناكل نلاقي الكوسه لسه ما استوتش، والبسله لسه ما استوتش، والفاصوليا وكل الخضار ما استواش، والسمك مستوي يبقى شكلنا وحش قوي على السفره. هناخد مع بعض البسارية اللي جبناها دي كده، نحطها هنا في البولة بتاعتنا دي. سعرها رخيص على فكرة، مش أي حد في حلقة السمك أو في سوق السمك يعني، غير طبعا الناس السواحلية يعرفوا قيمتها وشخصيتها ويجيبوها. يعني دايما اللي بيروح ينزل يشتري سمك رايح مباصي على الجمبري، على السمك الأوزان بقى، يعني بيستعرض عضلاته. ولكن نصيحة مني، خليكي زي الشيف المغازي كده، دايما بحب السمك الصغير، البربون الصغير، السردين الصغير، البور الصغير، البلط الشبار الصغير، الحاجات دي خلي بالك. اه بيبقى لسه بخيره بقى وايه، ولسه ما اتشقاش في البحر، فالواحد دي ياكل منه كده يلاقي السمكه كلها فيها الفوسفور كله. دي البسارية بتاعتنا، واللي معاها ده قرن فلفل حار شويه. حلو الكلام، حلو الكلام. بنحط على البسارية دي معلقتين من السميت الناعم تركيه المغازي. ليه بقى يا عم الشيف بقى السميد بقى؟ قول لنا بيا ليه، هو ده. انا هقلي البسارية دي، ولما اقليها لازم احس فيها بطعم الجرشه، الجرشه اللي هي القطمه بتاعت الفوزد والحلبي لما يتحمص، تجيبيه من المحمصه، الكيلو الحم الكيلو الفوزد والحلبي بيعمل 600 جنيه ولا 400 جنيه دلوقتي. ناكل حبات الفوزد اللي جوه القشريه كده بيبقى الواحد عايز ياخد كيلو ولسه ما شبعش. فانا هحول لك البسارية دي الفوزد وحلبي. هنحط عليها تومه ناعمه. قليل من البهارات وليكن الكاري. أو الكركم، بابريكا، شوية شمر ناعمين. حلو الكلام؟ قليل من الملح، بلاش ملح كتير. شوية كزبرة خضراء مفرومين ناعم قوي. سنة شبت ناعمة جدا. كل دول يا شيف، كل دول مع بعض. هنحط هنا دي توابل يعني، بابريكا، كمون، وعصرة ليمون. حلوة بابريكا كمون وعصرة ليمون، كافية واحدة. اه حلوة أوي. ومعانا من النشا مع السميتة الناعمة معلقتين. حلوة أوي. ومعلقة دي صغيرة عشان الجيلاتين اللي موجود فيه يخلي كل ده مع بعض. ونعجن ده مع بعضه كده. وعندنا زيت شديد الحرارة على النار. شفت شقاوة المطبخ؟ اه. دي بسارية؟ اه، تاكلي صوابعك وراها. بس تعملها بالطريقة اللي أنا بشتغل بها دي كده. الله. شفت الشاوة؟ وعندنا زيت شديد الحرارة. أخبار الزيت إيه؟ الله على الريحة الحلوة اللي في إيدي. آه. خلي الزيت كده جاهز. حلو أوي. أوعى الزيت يكون بارد. هتشرب منك زيت ويبقى شكلنا وحش أوي. طب نعرفه سخن إزاي؟ نضحي بحتة صغيرة كده. وإحنا واقفين. آه. حلو أوي. محظوظ يا مغازي. اه هناخد البسارية دي كده. اه الله عليك.
الله عليكم على وجهك. بيطلع بقى سخنه من النار، بيكونوا عاملين صلصه الطحينه الجميله الخفيفه اللي هي طحينه معلقه خل، قليل من الشطه، طحينه عاديه خالص، قليل من الكمون، زيت زيتون، ونغرق البسارية دي في الخلطه دي وناكلها. يا ويلي، لازم تعمليها لجوزك بالطريقه دي. حمر بسارية، أزأز بسارية. حابب تطلع فاصل وانا شغال كده؟ لان انا مطول، ما ينفعش انزلها كلها مره واحده. لا لسه، ده عايز نحطه في النار، ايه رايك؟ بس خلينا نخلص الموضوع ده عشان الموضوع ده شيق، خلي بالك. لازم التحمير يتم بالشكل ده، عشان كل ما بنزل التايم ما بين الواحده والتانيه بيكون هي خدت صدمه الزيت بالشكل ده كده. حاضر حاضر، نبص على بصه كده حلوه، ايه رايك اوريك شكل حلو دلوقتي، اوريك صوره حلوه قوي. اهو تعالى، اهو ابص عليه ولا ايه؟ ايه ده، عرزقك شويه. اهو بص ايه الحلاوه دي. اهو يا باشا، اهو يا فندم، اهو يا فندم، اهو يا فندم، اهو يا فندم، اهو. يلا بص يا جميل، اهو اهو. حاضر يا فندم، اهو اهو. يلا خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن قبل الفاصل الخضار بتاعنا على السمك كده بالشكل ده كده هناخده ندخله الفرن. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. بعد الفاصل للتفاصيل، ومخرجنا مصمم يشوف الصينيه الحلوه دي قبل ما ندخلها الفرن. تفاصيلها في الصينيه، خضار خد غلوه على النار، تشكيله من الخضار اللي انت حباه، ممكن بتنجان، ممكن بطاطس، ممكن كوسه، ممكن جزر، بسله، اللي انت حباه، ذره صفراء حلوه قوي، مفيش اي مشكله. كل ده مع بعضه، ولكن التكنيك وطريقه العمل اللي احنا اشتغلنا بيها مع بعض، خد الغلوه على النار مع الفليفر والتوابل، درجه حراره الفرن عندي 180. هندخل الصينيه دي في الفرن تاخد وش حلو قوي، وناخد دي نخليها هنا عشان لنا كلام كبير معاها قوي. حلو قوي، فاكرين شويه الزيت اللي انا كنت محمر بيهم السمك وارش منه كده شويه؟ يا ويلي، ايه المدرسه دي، ايه المدرسه دي. وندخل دي الفرن يا عم الشيف تاخد وش. اللهم صل على النبي. هتاكل الخضار وتسيب السمك للضيوف، والصوره في الفرن تسبق الحديث. ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ اقفل يا سمسم ولا افتح يا سمسم؟ قافل يا سمس. تعالوا مع بعض نشوف ازاي البسارية وصلت لفين. البسارية بتاعتنا الجميلة في علب الزيت تتحمر اهي، شفتوا ازاي حمرنا جزء، سامعين الصوت المقرمش ده اهي، بنغرفها في الطبق التقديم وبنعمل الصلصة بعدين. عايزة تاكلها كده زي ما هي مقرمشة، اهلا وسهلا. عايزة تاكلها مع كاتشب، تاكلها مع تومية، تاكلها مع مايونيز، تاكلها مع طحينه، تحببي فيها اولادك الصغيرين بما ان هي غنيه بالفوسفور واوميجا 3، كلها اوميجا 3، كلها دهون اوميجا 3. البساريه الجميله الحلوه دي كده ممكن سعرها رخيص، بس القيمه الغذائيه بتاعتها طافوك الجمبري، طافوك الاستاكوزا، والله العظيم بكلمكم من قلبي. البساريه دي سعرها رخيص جدا، سبحان الله، الفقير دايما مرزق، ربنا مش بينساه. تيجي على البتنجان نسيبه يقول لك بتنجان يا راجل، بالعكس والله العظيم البتنجان عندي احلى من اللحمه الضاني. تيجي مثلا على البساريه الصغيره من خيرات البحر احلى عندي من الاستاكوزا والجمبري. هناخد البساريه اللي اتحمرت دي كده بالشكل ده كده اهو، بنحطها هنا ونسيبها. هنجهز لها حاجه دلوقتي حلوه، الكوشه بتاعتها. ايه الكوشه بتاعتها؟ صلصه الطحينه اللي هعملها الخفيفه الحلوه، هتنزل عليها او نقدمها جنبيها اختياري حسب الرغبه. حلو الكلام، خلصنا من احنا خلصنا كده. معانا الجمبري بقى هنسيبه للاخر عشان الجمبري ده فيه شغل كتير قوي. مقادير الجمبري بالذره على الشاشه. جمبري ايا كان حجمه، ايه رايك الطبق ده هنا نخليه؟ قول لي يا غالي. نخليه هنا. ماشي. جمبري ذره صفراء اللي هي الذره الحلوه، في منها الكيزان الصغيره، في منها الكبيره، ده موجود في اي سوبر ماركت او عند الراجل بتاع الخضار. عينيه، كل ده موجود معانا. معانا بقى شويه صلصه الكاري
وصلصه الكاري دي مدرسه بتختلف من بيت لبيت ومن مطبخ لمطبخ ومن بلد لبلد، ولكن الكاري طلع نزل هو تركيبه من التوابل ليست شجره. مثمره الكاري، الكاري تركيبه من التوابل، الاساس فيه كركم وكمون. اضافات دي بقى حسب سعر التوابل اللي بنضيفها. حلو الكلام؟ تعالوا نشوفوا نعمل ازاي الجمبري بالذره. حلو قوي. ادي الجمبري معانا. لو ملاحظين حاجه هنا، انا محتفظ بالصينيه اللي كنت محمر فيها السمك اهي، موجوده معايا زي ما هي. فاكرين الصينيه دي كده اهي، بحط فيها او الطاسه يعني بحط فيها شويه زيت. ركزي بقى عشان الموضوع ده هنا مهم جدا على فكره، وموضوع شيق جدا. الزيت ده كده يسخن، بناخد الجمبري ده يا عم الشيف نتبله. اللهم صل على النبي. هنا دي لسه مش وقتها. ادي الجمبري معانا. تفتحي ظهر الجمبريايه بسكينه صغيره، نبص عليها كده مخرجنا الجميل شفيق، ونشيل عرق الرمله. حبيب قلب اهو 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 اهو، شفت فين عرق الرمله؟ هنا ليس له وجود بيننا اهو. كمان نفتح ده كده اهو اهو، ده لازم حذاري. جمبري صغير، جمبري كبير، تشيل عرق الرمله رقم واحد، هيبوظ المود بتاع اللي بياكل. اول ما يضرب سنانه كده في قلب الجمبريايه ويلاقي عرق رمله، يعني قطر من الرمل تحت سنانه، هنعيط. بتعملي جندوفلي او العرايس او الحاجات بتاعه الشوربه، لازم تنضفيها كويس وتشيل الرمله منها. اهو حلو الكلام. ناخد الجمبري ده كده نخليه بالشكل ده كده مع طرنشين الليمون دول كده. احنا بنعمل ايه؟ ده بيتعمل دايما في كيس كده حراري ويتحط في الفرن. انا مش هعمله في كيس حراري، انا مش بحب الحراري، عايز احس الاكله. لما بحس الاكله بحس بطعمها، دي مدرستي. انما اجيب كل حاجه جاهزه واركبها واعملها، طب ما انا زي غيري. فانا عايز اميز نفسي. اميز نفسي ازاي؟ بالشغل اللي انا بشتغله ده كده. ده الجمبري معايا اهو. حلو الكلام. هعمل فيه ايه دلوقتي؟ انا هبدا اشويه واحضره للذره. اهو الذره معانا اهو زي الفل. اللهم صل على النبي. حلو قوي. طيب هناخد الجمبري ده زي ما هو كده، ونحط عليه شويه توابل لطاف. دايما الاكله دي بتبقى فيها شويه سبايسي، حط في الاعتبار يعني. ولا هي مش سبايسي مش هنستطعمها. حلو الكلام. ده توم وبهارات شويه شبت، معلقه فلفله حلوه. اهم حاجه الطاسه اللي انا محمر فيها سمك شديده الحراره معايا اهي. شيل دي من هنا كده عشان تظهر قدامنا. ونقلبهم كده مع شويه ملح، ونقلب الجمبري بتاعنا اللطيف ده كده. بعد التقليبه دي كده، ونتاكد ان الخلطه دخلت ما بين الجلده وبعضيها، ما بين الجمبري وبعضه. طب هتخش ازاي يا شيف؟ لازم نستعين بماده دهنيه. ايه الماده الدهنيه اللي تساعد على اختلاط التوابل بانسجه السمك من الداخل ما بين القشر وبعضه؟ لغه عربيه فصحى، ولتكن زيت او زبده سايحه. الزبده السايحه دي بعدي هناخد كده الجمبري ده بعد ما اتحمر كده، قصدي بعد ما عملناه بالتوابل في قلب الطاسه اللي انا محضرها دي كده. لو هتعمليه في الكيس الحراري، الجمبري بالتوابل بتاعته بالذره بتحطيه في الكيس الحراري وتدخليه الفرن وترميه في الفرن وخلص الكلام. ولكن الخبره الطهويه هنا في الطاسه. هناخد الجمبري ده كده. ونسيبه في قلب الطاسه، لان عايز شويه شوربه اللي هي شوربه الجمبري دي كده، اعمل بيها صوص الكاري اللي هيديني طعم، اللي هيخليني اكل الكاري مع شويه رز ابيض او رز صياديه معانا بنحضره او بنجهزه معانا بالشكل ده كده. ده رز الصياديه. رز الصياديه يعني بصله محروقه بالقشره بتاعتها، كانك بتعملي شوربه بصل من المطبخ الفرنسي، وبتحط عليها البصله الناعمه، تحط عليه معلقه زيت، الله على شويه الرز. طبعا جايين من بدري ومجهزين بعض الحاجات اللي حضراتكم شطار فيها، او اللي هي ملهاش اسئله كتير على السوشيال ميديا. من ضمن الاسئله على السوشيال ميديا، الجمبري المشوي بالذره يا مغازي بيتعمل ازاي؟ عملناه مع بعض النهارده. ده رز صياديه معانا زي الفل.
حط له زبيب، حط له جزر، دي مدرسه انت طبعا صاحبه القرار فيها. حلو الكلام. هنسيب الجمبري على النار، هنا الطاسه بتسخن بتاعتنا بتاعه الذره، نحط شويه زيت كده، انا عايز الذره ده يستوي، باخد الذره بتاعنا ده كده ونحط الذره ده هنا كده، وعايزك تعملها في البيت بالشكل ده كده. وهنخلي ورق الذره ده انا عايزه، هنشوف هنغرفه مع بعض ازاي. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ صلصه الكاري بنحضر لها، توابل الكاري، تومه، بصله، شويه شمر، شويه بهارات، بصلايه ناعمه موجوده معانا زي الفل. بنحضرها هنا كده مع بعض في بوله كده على جنب. ادي البصلايه الحلوه، ممكن تعمليه مع الباربيكيو صوص، صلصه الباربيكيو دي بتتباع جاهزه، انا مش عايزك تشتري الجاهز، تعمليها في البيت. دي البهارات بتاعتنا، الكاري، فص توم ناعم، شويه الشمر الحلوين، مكعب الزبده المحترم، الكزبره الخضراء الحلوه معانا، كل دول مع بعض. عايزاها سبايسي شويه بتحط شويه سبايسي، والجمبري هنا بيستوي على معانا. نقلب كل دول مع بعض، اللهم صل على النبي. معانا الذره معانا جاهز اهو، شفت الخلطه دي، شفت الحلاوه دي. بسقطها هنا كده كانك بتعمليه في كيس مع الذره. لسه ما خلصتش، عندي شويه شوربه الجمبري اللي جاهزين معايا اهو. ايه الحلاوه دي؟ بص على الحلاوه دي، بالله عليك يا شفيق، ايه رايك في الصوره الحلوه دي كده؟ ايه رايك في اللون الفسفوري ده؟ ايه رايك في الجمال ده؟ شوربه الجمبري جت منين؟ من الصدمه الناريه للجمبري بقشره في قلب الطاسه. ناخد شويه شوربه من دول كده، احنا شغالين مع بعض كده في الروقان. خلص الكلام، قليل من تخبير الضيق كده. حلوه، شفت انا بعمل ايه؟ على عينك يا تك، ده اللي جوه الكيس. هناخد كل ده مع بعضه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، العب يا جمبري زي ما هي كده، ما ندخلها الفرن. ايه رايك كده؟ شوف الصوره، ايه الجمال، ايه الحلاوه دي؟ الله يبارك لك يابا. نطلع صينيه السمك بتاعتنا الجميله جنب البسارية بنت العم، اللهم صل على النبي. صينيه السمك جاهزه، الله. ممكن السمك ده بوري، ممكن وقار، ممكن هامور، حسب الرغبه. جاهزه صينيه السمك بتاعتنا، رشه كرفس عليها جريئه كده. ناخد الجمبري بتاعنا ولا اسيبه؟ انا شايفك بتدلعه، هسيبك تدلعه. عينيا. دي قصه الجمبري بصلصه الكاري. هتقولي لي بقى حطيت معلقه دقيق ليه وحطيت البعد في الاخر؟ هناكل الصلصه دي جميله، لها قوامها. ايه سر قوامها؟ معلقه الدقيق اللي انا حطيتها في قلب الصينيه قبل ما انزل بالجمبري بالشكل ده كده. هزه هزه اهو. ممكن نحطه في كيس، ممكن نحطه في كسرولة زي ما احنا عايزين، ممكن عينيا. حاضر، انا ممكن اعمل لك حاجه حلوه دلوقتي هتعجبك قوي 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 قوي. انا عارف بتحب الصوره الحلوه. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي؟ نروق مطبخنا. وارد ان تزورني حماتي، تجيني فجاه بتعملي ايه مرات ابني النهارده؟ بتلاقي صوت البوغاز في قلب البيت. دايما يقولوا لي ان احنا بنفتح التلفزيون ونجيب القناه الاولى او الفضائيه المصريه بنحس ان احنا في مصر. والله بيكلموني من الخارج يقولوا لي احنا بنفتح. طبعا المواقيت مختلفه، تقريبا بتبقى هناك الوقت تقريبا الساعه 10 و11، كاننا رحنا مصر وجينا.
بنوفر عليهم تذكره الطياره والفيزا. حلو؟ ايه رايك؟ ايه الجمال ده؟ خدت وقتها دي يا شفيق. الله عليك. طب ايه رايك نقفل الحلقه بقى ونطلع كده بالصوره الحلوه دي؟ اه. ده لسه هتشوف حاجات حلوه دلوقتي. اه. والله انت ابن حلال، اديتني فرصه اروق نفسي. حلو؟ اهو. العب يا جمبري. الدورة هنا بيستوي. عينيا، والله اعمل لك اللي انت عايزه، حاضر. شو انا هسيبك تاكل الدورة ده وتسيب الجمبري، لان الدورة اختلط مع شوربة الجمبري. هي دي القصة، دي الحدوتة بقى. حاضر اهو. الله الله. حاضر حاضر. عينيا. شفت بسمع كلام المخرج ازاي؟ عايز تنجح تسمع كلام مرؤوسك، تسمع كلام مديرك. حلو؟ نصيحة مني. اه. شفت الكلام؟ اه. العب. ادي الجمبري في قلب الطاسة والمغازي جابوا الخلاصة. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع سر الخلطة السحرية الفولاذية للبسارية اللي هي أوميجا 3. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ويا استوفندي يا ابن عم البرتقان، بالتاكيد مع طبق حلو، مع طبق جميل، خبره طهويه، مهاره فنيه، نقدر ان احنا نقدم الطبق بتاعنا كمان بشكل برزنتيشن عالي، يعني الشكل مطلوب على السفره. يعني ممكن تكلفي ديك رومي مثلا مبلغ وقدره، وفي الاخر ديك الرومي مقدمه على السفره ما يساويش ثلاثه تعريف. صينيه الجمبري اللي انا عملتها دي كده مع الذره، عايز احط حاجه فيها مزازه كده وفيها طعم حلو. حلو معايا برتقان اهوت عشان لسه ادخلها الفرن، اكرمل البرتقان ده كده. حلو بالشكل ده كده، وندخلها الفرن شويه. نكون غرفنا الرز الصياديه ونشرح نظري الرز الصياديه بيتعمل ازاي، ونكون عملنا صلصه البسارية. حاضر عينيا. الجمبري تاه ما بين الحاجات الحلوة دي، لأن في بهريز هنا من الكاري مع البرتقان مع الذرة مع التوابل، لطيف وجميل. رز الصيادية على النار. حلو. مطلوب إن احنا يا إما نقدم مع الأكلة دي رز صيادية يا إما رز أبيض. ده يعني يفضل، ولكن الشيف المغازي لو هياكل للامانه يعني هاكل شويه رز صياديه حلوين. هناخد الصينيه دي كده، اللهم صل على النبي، فيها خبره السنين، هندخلها الفرن. درجه حراره الفرن عندي 180 ونسيبها لغايه لما وقتنا يخلص. اسيبها؟ العب. تعالوا مع بعض الرز الصياديه على النار. عايز اعمل شويه سلطه طحينه ونضرب عصفورين بحجر، نتعلم ازاي نعمل الطحينه وفي نفس الوقت هنعمل صلصة الطحينة خفيفة للبسارية. وارد انك انت تغرقي البسارية في الطحينة، تعوم في الطحينة وتاكليها، وارد انك تاكليها بمايونيز، وارد تاكليها بتومية، وارد تاكليها بكاتشب حسب الرغبة، ولادك بيحبوها ايه حسب الرغبة.
هنجيب طاسه صغيره كده لطيفه وحلوه، ونعمل شويه طحينه حلوين مع بعض. الطحينه بتتعمل ازاي؟ طاسه على النار، انا هعملها بالطعم ده، يعني عايز اعمل شويه طحينه بمزاج زي ما بيقولوا، يعني تومه، بهارات بتاعتنا، والمعلقه اللطيفه. الطحينه تتعمل ميه سخنه ولا ميه دافيه ولا ميه ساقعه؟ يفضل عمل الطحينه بميه دافيه، هتديكي كميه كتير كبيره يعني، وفي نفس الوقت كمان هتاخدي الاوميجا 3 والزيت السمسم اللي معمول منه الطحينه. الحاجات اللي بقولها دي خبره طهويه. الطحينه يا اخوانا ما تتعملش بميه بارده، حذاري انك تعملي الطحينه بميه بارده. ليه يا مغازي؟ علشان الطحينه لما بتتعمل بميه سخنه بتاخدي طعم زيت السمسم اللي موجود فيها. ده رز صياديه، الله على الريحه الحلوه. حطوا له شويه زبيب، حطوا له شويه جزر. الله. وبعدين ريحه البصلايه من خير ارضنا. عايزه تاخد شويه رز صياديه حلوين، تعالى على قشر البصل الاحمر ده كده. يفضل عمل رز صياديه بالبصل الاحمر، هتاخدي منه شوربه لونها احمر بسرعه، هيكون انتاجه بصل ميه حمراء بسرعه. البصل الاحمر بالذات لما تيجي تعمل رز صياديه، يعني وانت تشتري البصل تشتري البصلايه الحمراء، ده موجود وده موجود زي الفل. لان ما ينفعش انك انت تعملي رز صياديه ببصل بسكر محروق الكراميل، ده غلط. مره واثنين وثلاثه جوزك هيجي له ارتجاع مريء وحرقان على القولون والجهاز الهضمي ومشاكل صحيه. ما يفضلش انك تعملي رز صياديه بمعجون طماطم. الرز الصياديه ده مكانه حلو قوي. البصل الاخضر مطلوب مع اكله سمك. مش هنخسر حاجه. معنا بالشكل ده كده يتقدم حتى كده يبقى لطيف وحلو. البصل الاخضر عندنا له طعم تاني. ده البرزنتيشن اللي بتكلم فيه. نخسر حاجه؟ حاجه كده مكبرات على السفره. الشكل هيبقى حلو يفتح النفس. اكلين وعايزين نجامل. اول ما نضرب فحل البصل الاخضر ده كده هناكل الاكل كله. حلو. قرن فلفل زي ده كده. دايما أكلة السمك بتخلط ما بين الشرقي والغربي والكلاسيك والإتيكيت، ليه؟ لأن هي أكلة الكل بيحب ياكلها. اتحول طبق الرز للوحة فنية بقدرة قادر، وكمان الطاجن بتاعنا الجميل الحلو ده كده، حلو الكلام؟ طيب، تعالوا مع بعض نعمل صلصة البسارية اللي هي الطحينة، نعملها إزاي؟ وإحنا مع بعض كده، أنا استغرقت مثلا دقيقة، بس عملت لوحة فنية مختصرة. طاسة على النار فيها زيت زيتون، حلو قوي، ومعايا كده الاسباتيولا بتاعتي. استنى على الزيت ما يهدى شويه، انزل بالتومه ما استناش لما تتحمر. الله الله على الريحه الحلوه، شويه الكمون الحلوين، شويه البابريكا الحلوين، ونقلبهم. يعني يا قلبي جرايه. ننزل بميه مغليه او ميه دافيه عادي. بس خلاص. اعمل شويه طحينه دلوقتي كده لطاف. فين المضرب؟ ننزل بالطحينه واحده واحده. طحينه طعم تاني. كل ما تدفى الميه كل ما الطحينه تديني قوام. شفت بدا الزيت ازاي يطلع على الوش؟ بدا الميه لونها يتغير ازاي؟ اول ما تلاقيها شدت معاكي ارفعي المضرب على طول عشان تسخن معاها. الطحينه بقى انواع، في طحينه السمسم، في طحينه الفول الصويا او الفول السوداني. طبعا يفضل طحينة السمسم افضل بكتير. نسيبها على النار كده ونشيل كل حاجة من هنا.
نحط شويه الملح الحلوين. طبعا عصير الليمون بيتحط بعدين. احنا حاطين زيت زيتون ونروق المطبخ بتاعنا عشان نجيب الجمبري من الفرن. عملنا ايه النهارده مع بعض؟ بدأنا بأول حاجة عملناها صينية الخضار مع السمك. السمك ممكن يكون سمك بوري، ممكن سمك بلطي، ممكن سمك قاروص، ممكن وقار، حسب نوعية السمك. ولكن يفضل السمك اللي ما فيهوش شوك كتير أو حسك كتير. مطبخك رايق زي الفل كده، ده مهم جدا على فكرة. زي ما قلت لحضرتك، أكلة السمك دايما مطبخك لازم يكون رايق فيها، لأن بيفضل إنك تقعد على السفرة في وسط ولادك مع ضيوفك، تهتم بيهم، تستقبليهم. مطبخك لما يبقى رايق بتبقى انت رايقه. شفت الطحينه بدات تطلع معايا ازاي؟ زي الفل. وانا شغال كده واقف، كل ما تسخن كل ما تطلع الطحينه دي قامت معاك. هناخد بعضينا دلوقتي ونفتح الفرن. تمام، ونشوف الجمبري اخباره ايه. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ تبص عليها في الفرن مخرجنا الجميل. الله، انا عارف انك بتحب الايه، الصورة الحلوة. انا عارف انك بتحب الصورة الحلوة، وكمان وخاصة لما يكون فيها جمبري فسفور بتدلعها. الطحينة بدأت تطلع معايا بقوامها بدلعها. والطحينة دي مدرسة، البعض بيتقلها بالدقيق، البعض بيحط لها نشا. انا حابب انك تعمليها على طبيعتها، يبقى خام مع ميه مغليه بالقوام الحلو ده كده. ما تستعجليش عليها، تظبطي التوابل بتاعتها بعد ما تطلع من النار. اذا كانت عصره ليمونه حلوه، اذا كان شويه شطه عايزاها سبايسي، سنه كمون للتقديم. شفت القوام ده كده؟ لسه ما خلصناش. هنطلع الذره من النار. ايه الحلاوه دي يا عم شي؟ ايه الجمال ده؟ تستاهل. الله عليك، انا عارفك بتحب الصوره الحلوه دي. عينيا. الله، هو ده طبق لتقديم الصلصه بتاعتي مطلوب. وعلى فكره صلصه الطحينه دي من السلطات اللي تبقى موجوده عندك، تقدميها على السفره في اي وقت، مع لحوم مشويه، مع فراخ مشويه، مع سمك مقلي، حسب الرغبه. الله، ايه الاخبار؟ ايه الدنيا؟ هو ده. بص معايا بقى، بص على الحلاوه، بص على الجمال، بص سلطه الطحينه. الله، ده القوام ده حلو. لان لما تبرد. تبص على القوام. حاضر، ارفع عينيا عينيا. بص على الطحينه. شوف دي كل ما تحطها في الثلاجه، شايف القوام ده؟ والله ريحه الطحينه كل ما تحطها في ميه مغليه، كل ما تشم ريحه زيت السمسم. نغرفها مع بعض. هتسيبي كل حاجة وتاكلي الصلصة دي. يا سلام لو عندك شوية شوربة جمبري أو البسك بتاع الجمبري وتحطوهم مع صلصة الطحينة، هتدعيلي. بص بقى على التركية دي، بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، وصلى على الحبيب قلبك يطيب. بص بص على الحتة دي. البسارية. يا ويلي، هو ده الكلام يا عم الشيف. العب يا سمك. حلقتها النهارده خليها سمك، ولكن بطعم تاني وبشكل تاني وبتكنيك عالي من الخبره. نقدر نجيب انواع السمك اللي احنا حابينها، بس تخش المطبخ بحب تعملي كل حاجه حلوه. يعني رؤيه، فن، ابداع، اختلاف طعم، الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.